السلام عليكم. قولوا لي كي جاتكم الحطة بعدا؟ ها ها انها تمطر. نتمنى تكونوا تسمعوني مزيان. لحقاش راني قال الميكروفون شتا راه يتصب. راني لابس هذه البدله العجيبه، هذه لابسها الناس ميتين عليها بالضحك، الله ما نديها في واحد. المهم انا راني في واحد الدوله جديده، فلوق جديد، مدينه جديده، دوله جديده. هذه الدوله باش كانت معروفه؟ كانت هي السبب ديال انديلا الحرب العالميه الاولى. واحد الجمله نعقل عليها حد الان، باقي نعقل عليها، قريناها في التاريخ. الحرب العالميه الاولى اغتيال ولي عهد النمسا على يد طالب صربي. فين راني؟ النمسا بالضبط، مدينه فيينا. نروح. ليتس جو. العاصمة نتاع النمسا هي فيينا، وكتعتبر اكبر المدن تاعها من ناحيه عدد السكان. كيسكنوا هنا في هذه المدينه تقريبا الربع نتاع السكان تاع النمسا كاملين، اللي هو تقريبا 1.7 مليون نسمة كيسكنوا هنا في هذه المدينه. واحد الحاجه شفتها هنا في فيينا زعما شوكي صراحه، واش دايرين؟ هذا بارك اللي راني فيه، ملاهي مورايا البور كيجيبوا الكلاب ديالهم باش يلعبوا في هذه الاماكن. علامة البور. مرحبا بكم في قصر هوفبر. هذه هي الساحه تاع القصر. هذا التمثال اللي مورايا هنايا فيه الامير كارل راكب فوق العود ديالو. هذا القصر كان تبنى في القرن 13، كان المقر الشتوي نتاع العائله اللي كانت تحكم النمسا في هذيك الوقيته اللي كانت سميتها هوفسبورغ. قعد المقر نتاعهم حتى 1918 بعد الحرب العالميه الاولى. الوجهه الخارجيه ديال هذا القصر منقوشه بواحد الطريقه في قمه الروعه، وفيه واحد التماثيل منحوتين تاعهم بواحد الطريقه في قمه الروعه. عادي تشوفوهم وانتم تحكموا واش هذاك الشيء واعر واعر ولا ماشي واعر. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like. من هنا يا مورايا كاين قصر هوفسبورغ، ومن هنايا بيبان باش تدخل الخزانه تاع الامبراطوريه. غادي ندخلوا نشوفوا هاد الخزانه واش فيها، اكتشفوها كاملين. انا مانيش عارف واش فيها الداخل، انا اكتشفوها كاملين. A few inches later. هاد الساحه اللي راني فيها حاليا كاينه قدام خزانه تاع الامبراطوريه. هادي هي الخزانه تاع الامبراطوريه اللي مورايا. يلا نمشيو ندخلوها كاملين نشوفوا واش فيها. مباشرة من بعد هذا الباب كتلقى أحصنة. هاد الأحصنة الناس اللي بغا يركبوا فيهم السياح ضربوا دور على المدينة. ماشي هادشي اللي بغيت نهضر عليه، بغيت نهضر على حاجة اللي تارت الانتباه نتاعي بزاف وعجبتني، اللي هي هاد الأكياس. هاد الأكياس حاشاكم إلا بغا الحمار يرمي الفضلات نتاعو ما ترماوش في الشارع، يعني ما يوسخوش الزناقي، كترماو في الأكياس ديريكت وتبقى المدينة نقية. وللأسف كاين في بعض الدول العربية اللي باقي عاد الأحصنة ديالهم كارميو الفضلات في الشوارع ديالهم، ونتمنى هادشي ما يبقاش. هاد الشارع اللي راني فيه فيه المحلات نتاع الكسوة نتاع الروايح نتاع العطور، يعني نتاع السوايع. وشت فيه واحد جوج محلات اللي صراحة وقفوا لي العقل. كاين واحد المحل تاع الديكورات، كاين واحد المحل اخر تاع السوايع.
غادي تشوفوا الثمنات نتاع السعر شحال يدير. غادي نعطيكم بعض الحقائق اللي غريبة بزاف على النمسا. ألمانيا شاركت في الحرب العالمية الثانية ضد النمسا. شكون كان الزعيم تاع ألمانيا؟ هتلر. هتلر فين تزاد؟ تزاد هنايا في النمسا. حاجة ثانية من تما، يعني من بعد الحرب العالمية الثانية والخسارة اللي لحقت بالنمسا، النمسا اتخذت واحد القرار، واحد العهد على راسها، عمر ما غادي تشارك في أي حرب كانت قريبة بها ولا بعيدة. هنايا في النمسا بالضبط في فيينا كان واحد مقبرة سميتها المقبرة المركزية، فيها عدد المقابر أكثر من عدد السكان تاع النمسا. عدد المقابر اللي فيها 2.5 مليون قبر. عدد السكان اللي كان هنا في النمسا هو 1.7 مليون نسمة. وحاجة أخرى، وكي تعتبر العلم تاع النمسا من أقدم الأعلام اللي كاينين في العالم. A few minutes later. اليوم الثاني نتاعي هنا في النمسا، راني جيت نشوف واحد الكاتدرائيه سميتها كاتدرائيه ستيفان. ندخلو نكتشفوها كاملين، نشوفو واش فيها كي دايره من برا. الكنيسة اللي داخل في قمة الروعة، اللي نحاول نصورها لكم كاملة. المواضع اللي قديت نوصلهم كان شي مواضع راهم بالعينهم لا تدخلهم. خلال الحرب العالمية الثانية هذه الكنيسة اللي مورايا كان ما غاديش يبقى لها الوجود، وكانت غادي تختفي نهائيا، لان قبل ما ينسحبوا الالمان من هنا من النمسا قرروا باش يهدموها ويحطموها كاملة. لكن واحد القائد سميتو جيرارد رفض الامر ديال الكوماندر ديالو، بقات عايشة حد الان، راهي باقية عايشة، ماتهدمتش. الى هنا تنتهي رحلتنا في الفلوق نتاع هذا النهار. الى كنت استفدت من هذا الفلوق وعجبك، لا تنساش باش تضغط على زر تاع الاشتراك وتفعل الجرس باش يبقى يوصلك كاع الفلوقات الجداد اللي غادي نبقى نحط ان شاء الله في المستقبل. هلا.